إذا الإخوة الصحفيين يتساءلون، طرحوا سؤال بخصوص باقي الشكايات التي دخلت المنظمة المغربية لحماية المال العام على الخط بشأنها. هي مجموعة من الشكايات، يمكن نذكر لكم جوج أو ثلاثة. هاد الشكايات أنتم تتعرفوا بأنها هي لا زالت قيد البحث، وبأنه كدفاع ما يمكن لناش أننا نخوض في تفاصيلها ولا حيتياتها ولا بمن تتعلق، انطلاقا من واجب التحفظ الذي نحن ملزمين به. وأيضا أن المشرع المغربي في مقتضيات المسطرة الجنائية هو أحد سرية البحث بواحد الهالة، نظرا للمجموعة ديال الاعتبارات ليس هو المجال باش نخوضوا فيها. ولكن اللي نقدر نقول لكم مع ذلك بأن الأمر يتعلق بقياديين بارزين في المعارضة وأيضا في الحكومة. يتعلق الأمر ب نقول لكم مثلا قيادي في مدينة الخميسات، هو رئيس المجلس الإقليمي سابقا وهو الآن برلماني، هذا واحد. ثم أنه هناك قيادي آخر في حزب آخر هو أيضا موضوع هذه الشكاية التي سبق وناشدنا السيد الوكيل العام باش أنه يسرع من الوتيرة ديال البحث ديالها من أجل أيضا أن يتم اتخاذ القرار بشأنها. هناك ملف آخر أنا تنترقب بأنه غادي يكون غيفجر واحد القنبلة إعلامية قريب جدا. يتعلق الأمر بواحد العمارة هي في شارع محمد الخامس، وتم تزوير مجموعة من الوثائق الرسمية وفيها واحد الموثقة، والموضوع ديالها هو تكوين عصابة إجرامية من أجل تزوير وثائق رسمية. هو أيضا المنظمة المغربية لحماية المال العام، ملف من بين الملفات التي يحظى باهتماماتها. أقول للرأي العام الوطني بأن المنظمة المغربية لحماية المال العام هي تسهر عن كتب في تتبع هاد الملفات ملف بملف، وأنه أي واحد اللي تبت القضاء بأنه متورط في جناية تبديل الأموال العمومية للمغاربة لا شك أن المنظمة ستكون له بالمرصاد. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.